معالم في فلسطين اللي نحافظ عليها اليوم في ايادي عبثة كثير، وتعرف هذا الشيء بالخاص شجرة الزيتون مستهدف، وما بالك شجرة زي هذه. أول ما بيجي بتفقد الشجرة بعرف كل شيء، شو يعني شو بصير عند الشجرة، شو يعني في علاقة بينه وبين الشجرة هذه، يعني شوف زي روح وجسد سبحان الله. وزيتها بعد المذاق العالمي طلع من أجمل الزيت في العالم، سمن سبحان الله زي السمن البلدي.